أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في لقاء سابق وعدت بأن أتحدث عن شيء من أحكام الشريعة الإسلامية التي اتكأ عليها هذا الدين من أجل إنشاء الحضارة الإسلامية بكل زخمها وبكل قوتها. وهذا البرنامج الذي أحدثكم الآن عنه، وهذا المشروع هو مشروع حضاري كبير. ربما نحن الآن تعودنا من خلال استسهال الأشياء أن نتحدث في هذه الأوقات التي ليست أوقاتاً طويلة، أوقات قصيرة، ولكننا تعودنا أن نتحدث في رمضان عن أشياء ليست هي من صلب الدين حقيقة، ولا ترفع من مستوى الإنسان المسلم، ولا تساعد على تكوين المجتمع المسلم. فوجب الاهتمام بما هو من شروط البناء. نحن أمة الآن نعيش حالة من الانحطاط والتدهور، فكل حديث لا يسير في اتجاه رفع هذه الأمة هو حديث لا داعي إليه. هذا المشروع الذي أحدثكم عنه مشروع عظيم أسسه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبني الأمة المسلمة، وهو يبني الدولة المسلمة، وهو مشروع فهمه المسلمون فهما جيدا ونزلوه في الواقع ونجحوا فيه نجاحا باهرا. فقد ذكرت الكتب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أصاب أرضا بخيبر، أي وجد كانت له أرض كانت من حظه في خيبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا أفضل منه أو أحسن منه، فما تأمرني به يا رسول الله؟ ماذا تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها. أي إن شئت يا عمر أن تحبس أصلها وتتصدق في بثمرتها وتجعلها في الفقراء وذوي القربى وابن السبيل. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الصحابي عمر إلى شيء من الفعل الخيري المستدام، لأن الصدقة أو الفعل الخيري هو دائما مرتبط بزمانه. حينما تطعم إنساناً أو تكسو إنساناً فإن ذلك الفعل هو فعل حسن، ولكنه ليس فعلاً ممتداً ولا مستمراً، وفعل يتوقف. حينما يأكل هذا الشخص الطعام يكون كل شيء قد انتهى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت لهذه الأرض أن تحبس أصلها، أي تأخذها وتبقيها، ولا تتصدق بها هي، إنما تتصدق بثمرتها، بغلتها، بما ينتج منها. وهذا شيء جديد، فالأرض تبقى بيد صاحبها أو من يتولى ذلك، ويتصدق هذا صاحب المال بالغلة، بما ينتج عنها. إذا كانت أرضاً مكتراة فالكراء يكون صدقة، إذا كانت بستاناً فالغلال تكون صدقة مستمرة. هذا الفعل هو فعل التحبيس. الناس الآن تقريباً نساوه، كاين اللي بعض المرات حتى بعض الناس يكونوا يقراوا ما يقولوش، ما يعرفوش الحبوس، يقولوا الحبس. الناس يقراوا يقولوا الحبس، لا يعرفون معنى الحبوس. الحبوس غالباً ما نستعمله نحن في المغرب، ويستعمل كذلك الوقف،
ولذلك ترد وزارة الأوقاف، وكانت هناك الأحباس، تسمى الأوقاف والأحباس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن أهل المدينة كان لهم ماء نوع ما لم يستسقه أهل مكة، أي الذين جاءوا من المهاجرين من مكة مهاجرين، كانوا يجدون أن ماء المدينة ليس مناسبا لهم، ليس مستطابا، وكانوا يحبون أن يشربوا ماء أفضل، ربما فيه ملوحة، فيه شيء لم يتعودوه. ولكن أهل مكة وأهل المدينة معا كانوا يشترون الماء العذبة من شخص واحد، كان هناك شخص كانت له بئر، وهذه البئر تسمى بئر رومة، كان الناس يشترون منه الماء ويشترونه بثمن غال، فكان يعطيهم أو يملأ لهم قربة ماء من الماء بصاع كثير، صاع من أربعة الأمداد من هذا من 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 القمح أو الشعير، وهو يعطيهم قربة من الماء لأنه محتاج، فكان لا يفعل إلا هذا، يبيع الماء. فلما رأى لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من يبتاع بئر رومة غفر الله له. هذا السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، نقراو عليه باش نشوفوا الحوايج اللي عجبتنا. هذه السنة، هذا السنة ديال النبي: من يبتاع بئر رومة غفر الله له. فابتاعها صحابي واحد هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ب35,000 درهم من ذلك الزمان، اشتراها، واشتراها على أن تكون للمسلمين وأن يكون له دلو مع الدلاء، أي حتى ويسقي ككل المسلمين، ولكنها ليست مملوكة له. فهذا وقف، هذا حبس، هو حبس الماء. بئر رومة حبسها هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان، وكانت بركة استقى منها الناس، وإلى الآن يستقي منها الناس. بئر رومة موجودة إلى الآن في المدينة المنورة، تبعد عن المسجد النبوي بنحو 5 كيلومترات. أهل المدينة والناس اللي يسولوا، اللي يمشي يدوروا على الحوايج وداك الشيء، ما غاديش يسولوا على شيء، يدوروا ما يشريوا الزرابي وداك الشيء، ولكن الذين يريدون أن يبحثوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعرفوا أن هذه البئر موجودة وحولها بساتين، وماء هذه البئر تسقى به هذا البساتين والنخيل إلى الآن، وهذا النخيل يباع ويوضع في صندوق ويتصدق بنصفه على الفقراء إلى الآن. كم ينوب عثمان بن عفان من الأجر من هذه البئر التي يشرب الناس منها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسمونها بئر رومة، ويسمونها بئر عثمان، ويسمونها بستان عثمان. لمن زار إن شاء الله منكم المدينة المنورة يسأل عن هذا التاريخ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الناس إلى مثل هذا. جاء عمر مرة أخرى فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له أرض تسمى ثمغ، فحبسها، جعلها حبسا. الزبير بن العوام صحابي جليل كانت له دور فحبسها، ولكن حبسها على المردودة من بناته، حبسها وجعلها للمردودة من بناته، أي له بنات، إذا كانت البنت قد ذهبت إلى بيتها فهي مع زوجها، لكن إذا ردت، أي إذا طلقت ووقع خلاف، تعود إلى ذلك المنزل وتسكن فيه. حبس عقلوا على هذا الشيء، حبس على المردودة من بناته، أي هذه المرأة اللي اسمها الآن المرأة في وضعية صعبة. وهكذا لا أريد أن أي لما فعل الصحابة هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعلم الناس، فحينما حبس أرضاً
أرضا أو شيئا كتب ذلك في وثيقة، دعا بكتابته فكتب. قال بعض العلماء لم يبقى في المدينة المنورة بيت إلا وفيه حبس، إلا وقد حبس شيئا، لم يبقى بيت إلا وحبس شيئا، هذا الأصل. ولذلك حينما توسعت الأمة الإسلامية وقعت الأحباس في كل البلاد الإسلامية، في كل البلاد. في مصر في بعض المرات كانت الأحباس في القاهرة هي ثلث العقار في القاهرة، ثلث. في مدن أخرى كذلك، في تركيا كذلك، في المغرب كانت هناك أحباس كثيرة جدا. وهذه الأحباس أكثرها كانت أحباسا لفائدة مسجد القرويين، أحباس على أي ما من إنسان يدخل القرويين ويعرف ماذا يفعل فيه وكيف يعيش العلماء، كيف يعيش الطلبة، كان الناس يسولوا شي بحال ذاك اللي يدخل دخل غير الهضرة الخاوية، ما يسولش كيف أفعل أنا ليستمر هذا. العلماء كانوا يأتون، الناس طلبة يأتون من المغرب، شكون اللي غادي يطعمهم، شكون اللي يأكلهم، شكون اللي كان، ما كان لا وزارة الأوقاف ولا وزارة الخارجية ولا وزارة الداخلية، كان المسلمون يضعون الأحباس، يرتبون الأحباس، والناظر أي الذي كانت الناس يتعرفون مشاو القروين ما كانوش يخلصوا شي حاجة، يسكن في البيت، يعطوه الخبزة ديالو، يقيم في البيت ويتعلم، ثم يعود إلى الأمة عالما كبيرا. الأمة أعانت أي الحبس وقع له هذا في زمن أبي عنان المريني، في زمن الدولة المرينية كان هناك اجتهاد كبير. وأبو عنان المريني هذا كان عالما، ملكا وعالما، جمع مجموعة هائلة من الكتب وحبسها على خزانة هي خزانة القرويين. خزانة القرويين إلى الآن ما شروهاش من المكتبات ولا كذا، هي من أحباس المسلمين. كم قرأ فيها، تخرج فيها من العلماء إلى الآن. في القرويين كانت عندنا أكثر من 40,000 مخطوطة كتاب من كتب العلم، باش كانت هذه الأمة عالمة. ثم إن الناس أصبحوا يفكرون في كل شيء، هناك أحباس لطلبة العلم، أحباس لطلبة العلم توكل إلى القرويين. وكان الطالب إذا كان فقيرا أو لا يجد مصروف الجيب كان شيخه الذي يعرف أنه يقرأ هو يعطيه، كان اللي ما عندوش الوالد ديالو اللي يعطيه، بما انه غادي يكون يحسن الحرمان يعطيه شي حاجه في الاخر ديال الاسبوع باش يشري شي حاجه وكذا. كان هنالك من حبسوا على اي عقارا او دارا او كذا، لماذا؟ لتشترى منه الكاسورات، معناها كان الناس يبعثون بالمشغلين اي الصنايعيه يبعثون بالتلاميذ ليستقوا لهم الماء، يجيبوا الماء، لكن التلميذ ربما يقع منه تلك الجرة، ديك الجرة داك القلوش اللي يجيب فيه الماء يمكن يتكسر، فيخاف يرجع للمعلم، إذا رجع يرجعوا غادي يضربوا. فكان عليه الآن ماذا كان يفعل؟ كان يأخذ هذه الكاسورة داك الشيء اللي تكسر ويمشي لمكان معين، يقول أنا ذهبت فانكسرت هذه الجرة، يقول له هاك ادي شري الجرة لئلا يضرب، لئلا يضرب. شوف الأمة الإسلامية إيش الحضارة اللي كانت تعيش فيها، إيش الحضارة اللي كانت فيها عايشة فيها الأمة، كانت حضارة كانت هناك أحباس للطيور، بعض الطيور لا تجد طعامها في الشتاء، فهناك أحباس خاصة للقلاق ليأكل منه. ولذلك بعض الناس حينما يجدون الآن في ربما وجدتم بعض الصور في بعض البلاد الإسلامية لما يكون الثلوج يجي يخرجوا واحد مجموعة ديال الناس، موجود هذا في بعض البلاد، ويخرجون بطعام كثير ويرمونه للطيور، وكان هذا منظر مهم جدا، لأن دائما الأوروبيون يقولون أنتم لا تحسنون التعامل مع الطيور مع الحيوانات. إذن هذا كله كان موجود، كان هناك تحبيس على المكفوفين، أي هناك دور خاصة بالمكفوفين ومن ليس لهم أسرة، كان هنالك أحباس خاصة لتزويج النساء
اليتيمات، امراه يتيمه بغا جاها في الزج عندها يعطيو لها المحل فين تكون تفوت داك العرس ديالها وكذا وكذا، او يشترى لها جهاز. كل هذا فكر فيه المسلمون، ولكن المهم انهم فكروا في العلم ونشروا العلم. الامه الاسلاميه ما كانتش تنشر الجهل، احنا الجهل احنا ننشره الان. الدين هو الجهل، الانسان ما عنده حتى شي اساس في القرايه، ما قراش عمره ما يعرف، وهو يولي يوجه الناس. انا نوريكم كي ديروا تفوت. منين تفوت انت بعدا باش تولينا فين تفوتوا حنايا؟ بعدا فت انت؟ لان الناس لا تؤمن بالمعرفه، لا تؤمن بالعلم. هذا باب ايها الاخوه كبير، هو باب الوقف، وهذا الباب هو شرف هذه الامه. اذا ذهبتم الى مدننا، المدن المغربيه، فاس، وتمشيو تمشاو وتجبروا تمشاو تجبروا واحد السقايه ديال الماء، ها تجبروا السقايه وتجبروها من زل فيها الزليج، شفتوا هذاك شفتوا، وتمشيو تشرب الماء. شكون هذاك الماء؟ شكون داروا تماك؟ هذاك حبس. ياتي شخص ويحبس ذلك ديك العين وينفق عليها وتصنع ويشرب من هذا، كانوا يسموها السبيل. سبيل. وكان بعض الناس في بعض الحالات، في بعض الأوقات، كان بعض المحبسين يحبسون الماء للسابلة، الناس الذين يمرون في العطش، ها يحبسون الماء ويمزجونه بدقيق الخروب، يدقوا الخروب ويخلطوا به الماء اللي يشربوا. الإنسان ما يشربش ماء عادي، يشرب ماء ممزوج. إذن هذه هي الحضارة ديالنا. لما تمشيو أنتم أيها الإخوة خصكم تسولوا دائما، سولوا أو اطرح السؤال على نفسك. لما تمشيو الان حنايا وكلكم مشى، يموت واحد الانسان وحنا نديو فين؟ نديو المقبره، ها ونزلوه ديك المقبره. شكون اللي عطاه ديك الارض؟ شكون اللي باع حالو؟ ها شكون اللي هيئ له ديك المقبره؟ السؤال خصكم تقولوا. ديال من؟ ديال البلديه؟ ماشي ديال البلديه. ديال الدوله؟ ماشي ديال الدوله. ديال واحد مجموعه من المسلمين حنا نسيناهم الان، حنا نسيناهم. جاءوا الله يجازيهم بخير والله يرحمهم، خلوا قطع ارضيه وحبسوها للموتى في كل المدن. قطع، انت تمشي سيد المختار شكون يقول لك جاروا اللي جاي يدفنوه؟ يدفن. اما في اوروبا مشكله كبيره ان الانسان اذا مات خصو يبحثوا له على المحل، وخصو يكريوه له، وخصو يخلص، وإلا ما خلص قولوا له غادي نحرقوه لك. حنا عمركم شفتوا شي مسلم تحرق؟ باش بالوقف، بالاحباس. لان الناس كانوا يحبون ان يبقى هذا الاسلام. هذه المدارس القرانيه التي كانت عندنا في المغرب، الان منين جات هذاك الشيء؟ الان تعرفون ان العشرات الحمد لله ديال المدارس، مئات الان في سوس وفي جهات اخرى، من الناس ما يسولوش شنو هذا الدين اللي راه جاي، غير هكذاك هذاك الفقيه اللي يصلي بك، غير هكذاك ولا ولا تخليه حتى يفوت الحال وتجي تسول عليه، طول ولا قصر ولا. ولكن كيفاش كيفاش راه موجود؟ كيفاش كان واحد يجي من الباديه في اي مدينه من المدن، يجي من باديه ويجبر واحد المحل وياكل ويشرب وكذا حتى يولي عالم، يولي فقيه، يولي قرا، هذا ما تعرفوا. هذا كل ذلك من بركه الاوقاف. لذلك كان عاده المسلم انه يدير هذا الهدف. لماذا؟ انتبهوا، الاصل ان الانسان عنده تعلق بالمال، المال تعلق. وانا قلت لكم في المره الماضيه بعض المرات يولي هذا الشغف بالمال يولي مرض، ما يبقاش عادي، يولي مرض كيشد الانسان في المال حتى يمرض به. هذا المال لمن تعيش؟ ماذا سيفيدك في الحياه؟ ولكن انت ما تعيش حياه واحده، عندك حياتان. فيفيدك في حياتك هذه تقضي به المصالح ديالك وتبيع وتشري وتفعل، ولكن عندك حياه اخرى نسيتها، الحياه اللي في الاخره. وشنو ما عندهاش؟ ما تحتاجش المال؟ هي تحتاج المال. اذا الى عندك 100 راه جزء ديال الدنيا وخصك جزء للدار الاخره، ولا نقول ما كاينش الاخره وتهنا. اذا بما ان هناك دارا اخره يجب ان تستعد لها بالمال لتقسمه على هذا وهذا. ماذا فعل الله؟ الله تعالى امرنا بهذه الصدقات لنقدمها الى الاخره، مزيان. ولكن لطفا لطفا من الله تعالى، وليفيد صاحب المال بماله، له تشريعات اخرى حدث لنا وبين تشريعات اخرى. التشريع الاول هو هذا الذي ذكرت لكم، هو الوقف. الرجل عنده المال، اذا وقف شي حاجه ولادو غادي يستافدوا، ولكن هو غادي يستافد معهم، ما غاديش غير النهار يتبلعوا، لا يبقى بحال حي، يصله اجره. الناس اللي الان
يفتحوا المساجد وبناوهم كثير في 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 وجدة وفي غير وجدة، هذو كلهم راهم شركاء ديالنا في الاجر حيين ولا موتى، راهم شركاء. حنا نتصوروا كاين المسجد اللي تصلي فيه بعض المرات الألف ألف واحد تصلي راهم شركاء مع ذاك اللي بناه، شركاء. ولذلك هذا راه عارف الاخره ديالو، هذا ماشي غمض عيني يلعبوا به الدراري يقولوا لا خلينا الفلوس غير حنا نعرفوا كي نديروه. ثم اعطانا الله سبحانه وتعالى واحد استثناء اخر وهو الوصيه، يجوز للانسان ان يوصي. الاصل ان الانسان ما يموت ينقطع العلاقه ديالو بالمال، لكن استثناء يجوز للانسان ان يتصرف في ثلث ماله بعد بالوصيه، فيوصي لمن شاء من 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 الفقراء او من المؤسسات الخيريه او. والاوروبيون الان يفعلون هذا. هذه المؤسسه ديالنا ديال الوقف باش نختم، هي مؤسسه المسلمه. كان المسلمون هم الشافعي كان يقول هذا الوقف هو من خصائص هذه الامه، ولكن الان هجم عليه الاخرون عرفوا. انتقل منا الى بريطانيا في القرون الماضيه، وبريطانيا بقت الان تحدث مجموعه كبيره من الاوقاف. أما الآن بعض الدول مثل أمريكا مثلا، تعرفون أن أكثر المرافق منها أوقاف. أمريكا ما فيهاش كل الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي في أمريكا فقط للموظفين ديال الدولة ولا الجيش فقط، ولكن كاين مستشفيات وقفية، وعدد المستشفيات الوقفية في الولايات المتحدة هي 57% من المستشفيات كلها وقفية. معنى وقفية يبنيو مستشفى، يبنيو له الدخل ديالو عمارات تصرف عليه ويبقى خدام، اللي ما عندوش يمشي يداوي تماك في الوقف. والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الجامعات هي جامعات وقفية، بحال اللي كانت عندنا احنا القرويين. احنا كنا نقولوا القرويين، راه فكرة القرويين هي اللي راه كاينة في الولايات المتحدة، ولذلك حلوا إشكالات. احنا مع الأسف الشديد هذا باب من الفقه ومن الشريعة لم نتحدث عنه، وهذا شرف الأمة الإسلامية أنها كان فيها وكان بكثرة. نختم بواحد، في فاس كانت أوقاف كثيرة ومسجلة في أوراق وفي دفاتر. في 723 هجرية، في سنة 723، بعض الشياطين هكذا ذهب إلى هذا المكان لتحفظ فيه الوثائق الوقفية وأضرم فيه النار، شعل فيه العافية. هذا مقصود، هذا أنه يشعل العافية باش حتى واحد ما يبقى يعرف. فرفع الأمر إلى القاضي، قالوا الوثائق ديال الأحباس كل شيء مشات، كل شيء تحرقت، ما بقاتش شي حاجة باش نعرفوا واش حبوس ولا ماشي حبوس. قال لهم سهل الحال، هذا قاضي ديال فاس في 723، قال لهم هذه الأراضي ديال فاس الآن أنا غادي نعتبرها كلها وقف، فما يخرج منها إلا الأرض اللي جابوا مالها شي إثبات من اللي ديالهم، واللي ما جابش ديالهم راه وقف صافي. عاملهم بنقيض القصد، هما بغاو يتلفوا كيقولوا، قال من اللي عنده شي أرض ديالو ملكية وكذا يجيبها لنا، واللي ما يجيبهاش كل شيء غادي يولي وقف صافي. باش تعرفوا القيمة أو الشساعة ديال الوقف. وهذا موضوع الآن الحمد لله الآن في المغرب معروف، بعض البلاد الإسلامية الآن ما كانش مفوها الوقف، بعض الدول ما كانش فيها، الخليج ما كانش فيه الوقف. وكان لما يجيو المغرب ويقراوا عن العلماء كانوا ينبهرون، يقول كيفاش هذا النظام الاجتماعي اللي حفظ هذه الحضاره. لان هذا الوقف انا ذكرت لكم غير بعض النماذج ديالو، ولا راه نماذج كبيره جدا. ما من حسنه في هذه الامه الا وكان الوقف مساهما فيها، في تربيه الابناء، في تربيه الابناء الايتام، في مساعده الفقراء النساء، في التعليم، كان هذا بركه. ولكنه نظام غفل عنه الناس ونسوه، ولذلك يجب حديث عنه ويجب إحداثه. الناس عندنا الآن كيكون الناس الإخوان في البوادي، خلينا ما نتكلموش كم البوادي، بعض المرات ضاعت، كاين البادية اللي ما فيهاش فقيه، وهذا الشيء غادي نسولكم الله عليه، ماشي لا غادي جينا هنا وجبرنا الفقيرة. كاين اللي جاي من البادية ديالو الجامع ديالهم تبلع، ما عندناش فقيه، يقول كانوا عندنا 10 كانوا شحال ما حد، علاش يكونوا عندكم؟ قل كانوا عندنا الطلبة ما بقاوش، علاش؟ لانكم انتم ما فيكمش الفائده. فديروا لهم اوقاف، واخا ما تبنيوش في الباديه بنوهم في مدن اخرى، وديروا الجماعات ديالكم وحبسوه باش ما يبقاش يلعبوا به شي واحد. ولا بد ان نعيد للباديه، الباديه فيها خير كبير. الباديه خرجت العلماء، الباديه خرجت المجاهدين، خرجت الصالحين، خوينها الان
فيها غير الناس الخاوين وصافي راهم قاعدين يستناو الوقت وصل ياكلوا ويشربوا وصافي. فلذلك هذا جزء مما يجب ان نعلمه من ديننا، وهو جزء من حضاره الاسلام، ومما يجب ان نشتغل عليه جميعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.